بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أتم التسليم. اليوم حول الله وقوته راح نتناول الوحدة السابعة من منهج سوبر جول 2 خاص بصف أول متوسط الفصل الدراسي الثاني. فنبدأ على طول بهذه الوحدة ونشوف عنوانها اللي هو then and now، بمعنى في الماضي والآن. إذن هي تجمع ما بين الزمن الماضي والزمن الحاضر. لو رجعنا لكتاب المعلم شفنا أهداف الوحدة فيما يتعلق بالمفردات الفوكابلري، life events اللي هي أحداث الحياة، طبعا أحداث مختلفة في الحياة، places والأماكن المختلفة، functions أهداف الوحدة العامة هي talk about the past التحدث عن الماضي، describe places and people in the past كذلك وصف المناطق والأماكن المختلفة والأشخاص في الماضي. بالنسبة لجزئية الجرامر القاعدة simple past tense be اللي هو الفعل الماضي من فعل الكينونة be في الaffirmative بمعنى الجمل المثبتة، النegative الجمل المنفية، questions وكذلك في تكوين السؤال short answers والإجابات القصيرة، to be born طبعا بما معناه يولد الإنسان هناك أو في المكان محدد، راح نشوف كيف نصيغ السؤال في الماضي عن مكان الولادة. أيضا في الجزئية الأخيرة for meaning and function راح يكون عندنا قاعدة there was و there were، سهلة وممتعة جدا بإذن الله وراح نستمتع فيها بجزئية القاعدة كاملة. جزئية listening listen for specific details from a biography، راح نسمع بعض المعلومات المحددة فيما يتعلق بأشياء في الماضي. للأمانة هذه الجزئية صعبة شوي وطويلة فما راح نأخذ في تفصيلها كثير وراح أظهر لكم الإجابات في حينه. جزئية pronunciation النطق was and where، كيف راح تنطق الواز والوير في وسط الجملة وراح نتدرب عليها. reading جزئية القراءة، a real giant اللي هو العملاق الحقيقي، فجزئية القراءة ممتعة كذلك. writing في الكتابة write about celebrity الحديث أو كتابة عن أحد المشاهير، في البروجكت write an interview with a famous person كتابة مقابلة وإجراء حوار مع شخص مشهور، كذلك حلينا هذا التمرين موجود عندنا في المستند. فننتقل بشكل مباشر إلى الكتاب وناخذ الجزئية الأولى اللي هي listen and discuss الاستماع والمناقشة. بدأت بسؤال how well do you know these cities، ما هو مدى معرفتك بهذه المدن؟ هذه المدن يقصد الرياض وجدة وهي موضوع الجزئية الأولى، كذلك سألك what do you know about them، ماذا تعرف عن هاتين المدينتين؟ كما تعودنا أنا خصصت هذا المستند لحل بعض الأسئلة، من ضمن هذا السؤال ضمنته وهو السؤال الأول في حل تمارين الوحدة السابعة، فكانت الإجابة تتعلق بي أنا، بالتأكيد أنا أعرف هذه المدن جيدا، أوردت معلومات عن الرياض وكذلك عن جدة. الإجابات هنا تختلف من طالب إلى آخر، البعض يعرف الرياض وجدة جيدا البعض لا يعرفها، فممكن الطالب يقول yes I know them no I don't know them أنا لا أعرفهم. أوكي، فبعد ذلك ننتقل إلى جزئية الجزئية اللي راح يقراها الآن لنا الكتاب وراح نترجمها بإذن الله ونعرف معانيها. فنقول بسم الله. Riyadh and Jeddah, then and now. The old oasis town of Riyadh was an area of about 1 square kilometer with a population of about 14,000. There were many mud brick houses, mosques, and other buildings inside the walls of the city. Today, most of the buildings and walls of the old city are in ruins. But the Al-Masmak fort and some parts of the walls were restored and are in better condition. Nowadays, Riyadh is home to a population of more than 7 million people and covers an area of more than 1,500 square kilometers. Modern building complexes and skyscrapers like the Kingdom Center, the Al Faisaliyah Center, and the Riyadh TV Tower are now attractions of the new city. Balad, the old part of Jeddah, was a group of 3 to 5 story buildings with beautiful wooden balconies. The roads were narrow to protect pedestrians from the sun during the hot months and offer shelter from strong winds. All the woodwork was beautifully carved and decorated. There were plazas and souks
where vendors from different places showed their products. Present-day Jeddah is an attractive, modern port city with tall buildings, beautiful homes, and a wide range of stores and hotels. Majed Ahmed Abdullah, then and now. Majed Ahmed Abdullah is the best football striker in the history of Saudi Arabia. He is also the all-time goal leader of the Saudi national team. He was born in Jeddah, but moved to Riyadh with his family when he was very young. Majed's father was a football manager. Majed and his friends used to play for a club called Al Nasser while he was still in high school. They were too young to join a football tournament, but their team was finally accepted after a 3-1 win in a game against an important Riyadh team. Majed holds two national records, one when he scored 5 goals in an international game in 1979, and another one when he scored 4 goals during the 1984 Summer Olympics. إذن بعد الاستماع للجزئية نشوف هنا رياض and جدة then and now. الرياض والجدة قديما وحديثا. The old Oasis town of Riyadh was an area of about 1 square kilometer. إذن كانت الرياض قديما هي عبارة عن ما يشبه الواحة، تمتد مساحتها إلى كيلومتر مربع فقط. With a population طبعا كيلومتر طبعا مساحة كبيرة، okay. With a population of about 14,000. إذن عدد السكان في مدينة الرياض قديما كان فقط 14,000 شخص. There were many mud brick houses, mosques, and other buildings inside the walls of the city. إحنا نعرف أن مدينة الرياض كانت عبارة عن قلعة كبيرة أو حصن كبير جدا، okay. فوسط هذا الحصن الذي يمتد مساحته إلى كيلومتر مربع كان هناك عدد السكان 14,000 شخص. وجدت مباني الطين ومنازل الطين، المساجد المبنية قديما، كذلك بعض البنايات. ولكن today اليوم most of the buildings and walls of the old city are in ruins. Okay. أغلب الجدران والمباني التي كانت موجودة قديما قد تحولت إلى أماكن تاريخية، وبعض منها قد تدمر أو بما معناه في حالة سيئة جدا. But the Masmak Fort and some parts of the walls were restored and are in better conditions. قصر المسمك وبعض الجدران التاريخية في مدينة الرياض تم الاهتمام بها والعناية بها وعادت كالجديدة وحالتها أفضل وأفضل مع مرور الوقت. Nowadays, في هذه الأيام, Riyadh is home to a population of more than 7 million people. عدد سكان الرياض في يومنا الحاضر هو 7 ملايين نسمة. And covers an area of more than 1,500 square kilometers. إذن المساحة الآن تمتد على 1,500 كيلومتر مربع. Modern buildings, complexes, and skyscrapers like the Kingdom Center, the Al-Faisaliya Center, and the Riyadh TV Tower are now attractions of the new city. إذن هنا ما نراه في مدينة الرياض من مباني حديثة، مجمعات، وكذلك ناطحات سحاب مثل برج المملكة وبرج الفيصلية وكذلك برج إذاعة التلفزيون. كل هذه أصبحت ماذا؟ أصبحت مصدر لجذب انتباه سكان مدينة الرياض وكذلك غيرهم من الزائرين. إذن هذه هي الرياض اليوم. So this is Riyadh now. الآن ننتقل إلى مدينة جدة. بلد. إذن يقصد به منطقة البلد أو سوق البلد في جدة. The old part of Jeddah. الجزء القديم من مدينة جدة. Was a group of 3 to 5 story buildings. إذن هي عبارة عن مباني من 3 إلى 5 مباني عظيمة جدا وكانت كبيرة. With beautiful wooden balconies. كذلك كانت البلكونات فيها مصنوعة من الخشب ذات النحت والشكل الرائع الجميل. The roads were narrow to protect pedestrians
from the sun during the hot months. لو يلاحظ من يزور سوق البلد أن المباني تكون ملتصقة ببعضها البعض والشوارع ضيقة. نارو، أوكي، نارو معناها ضيق. إذن الممرات في ما بين تلك المباني كانت ضيقة جدا. الهدف من هذا أن المباني كانت تعمل على تغطية من يعبرون تلك الشوارع وتغطيهم وتحميهم من أشعة الشمس الحارة. فهذه كانت أحد أهداف ضيق الممرات في تلك المنطقة في الأشهر الحارة طبعا مثل شهر أغسطس. And offered shelters from strong winds. كذلك لو كانت الرياح قوية جدا فتوفرت لهم تلك الممرات نوع من أنواع الحماية. All the woodwork was beautifully curved and decorated. كل ما تراه من عمل خشبي في المباني تلك الموزعة في البلد هي عبارة عن أعمال جميلة ومنحوتات رائعة جدا. There were plazas and souks. كان هناك عدد من الأسواق المنتشرة في سوق البلد. Where vendors from different places showed their products. Vendors اللي هم طبعا التجار كانوا يقومون بعرض منتجاتهم التي يحضرونها من أماكن مختلفة، وكذلك المنتجات تتميز بالاختلاف والتنوع. Present day في اليوم الحاضر وهذه الأيام جدة is an attractive. Okay, present day جدة is an attractive. تعتبر جدة أحد مناطق الجذب في المملكة العربية السعودية. Modern port city طبعا المدينة تعتبر منفذ تجاري ومنفذ لدخول المملكة العربية السعودية خصوصا من ناحية الحجاج والمعتمرين. فحينما يأتي الزائر معتمرا كان أم حاجا ينبهر بما يرى من تقدم وحضارة في مدينة جدة. طبعا هنا يقول beautiful homes المنازل رائعة وجميلة and a wide range of stores and hotels. الأسواق هنالك لدي كمية كبيرة جدا من التنوع في الأسواق وكذلك الهوتيلات التي طبعا فنادق التي تستقبل الضيوف. إذن هذه هي جدة في يومنا الحاضر. ننتقل الآن إلى اللاعب الدولي المحترف السابق لنادي النصر وكذلك للمنتخب السعودي ماجد أحمد عبد الله then and now. إذن ماجد أحمد عبد الله is the best football striker in the history of Saudi Arabia. يعتبر من أفضل المهاجمين في منتخب المملكة العربية السعودية. He is also the all-time gold leader of the Saudi national team. كذلك هو القائد والكابتن لمنتخب المملكة العربية السعودية. He was born in Jeddah. ولد في مدينة جدة but moved to Riyadh with his family. لكن انتقل إلى مدينة الرياض مع عائلته when he was very young. حينما كان في سن صغيرة جدا. ماجد's father was a football manager. كان والد ماجد أحمد عبد الله مدير في كرة القدم. ماجد and his friends used to play for a club called النصر. ماجد وأصدقائه كانوا معتادين على اللعب في أحد الأندية والذي كان يسمى بنادي النصر. While he was still in a high school. طبعاً كل هذا كان في مرحلة الدراسة الثانوية. They were too young to join the football tournament. طبعاً كان عمرهم صغير جداً والذي لا يؤهلهم للانضمام إلى البطولات كرة القدم وأنشطتها ومسابقاتها. But their team was finally accepted after a 3-1 win in a game against an important Riyadh team. ولكن ما جعل هذا الفريق يتم قبوله هو سبب فوزهم الساحق على أحد أهم أندية طبعا مدينة الرياض في ذلك الوقت وكان فوزهم بنتيجة 3-1. ماجد holds two national records. ماجد يحمل رقمين عالميين مسجلان باسمه. One when he scored 5 goals in an important game in 1979. أحدهما أنه سجل 5 أهداف في أحد المباريات العالمية في عام 1979. And another one when he scored 4 goals during the 1984 Summer Olympics. والآخر حينما سجل 4 أهداف في أحد تلك المباريات في عام 1984 في الألعاب الأولمبية الصيفية. إذن هذه هي إنجازات ماجد أحمد عبد الله. ننتقل الآن إلى الأسئلة التي تتعلق بماذا بالكويك تشيك. قبل هذه الأسئلة كان لدينا سؤال. نشوف مع بعض الكتاب. عفواً الكتاب هنا. أوكي. فالسؤال
كان في A vocabulary mark the information about the buildings, materials and size of each city. قم بالتحدث طبعا عن مباني تلك المدن، طبعا نتكلم عن جدة ومدينة الرياض، حجمها وبعض المعلومات فيما يتعلق بهذه المدينتين. تم حل هذا السؤال، كذلك ذكرت لك بعض المعلومات تتعلق بالرياض وكذلك بجدة. إذا مدينتي الرياض ومدينة جدة، إن شاء الله تكون المعلومات كافية ووافية، وأتوقع بإذن الله ذلك. بعد كذا ننتقل بشكل مباشر إلى الكويك تشيك الكومبريهنشن الاكسرسايز بي، الاستيعاب والفهم. Answer yes or no، أجب بنعم أو لا. The walls of the old city of Riyadh were made of concrete. إذا مدينة الرياض قديما كانت جدرانها مصنوعة من الإسمنت. أوكي، فهذه الإجابة ماذا؟ خاطئة. كانت مصنوعة من المود، من الطين. Most of the buildings in بلد had two stories. إذا أغلب المباني هنا كانت طبعا تتكون من طابقين أو غيره. الإجابة هذه خاطئة، تتكون من 3 إلى 5. More than 7 million people live in Riyadh. أكثر من 7 ملايين شخص يعيش الآن في الرياض. هذه معلومة صحيحة. The Al-Masmak Forest is in ruins. طبعا ruins اللي هو أن قصر المصمك الآن يعاني من التدمر والتأثر ب طبعا التغيرات الزمنية، بما معناه أن آية للسقوط وغيره من المعاني. إذا هذه معلومة خاطئة. ماجد was a member of the Saudi national team. ماجد كان أحد لاعبي منتخب المملكة العربية السعودية. هذه معلومة صحيحة. إذا خطأ خطأ، صح خطأ صح. إذا هذه هي الإجابات. ننتقل بعد ذلك إلى البير وورك، يتدرب عليه الطالب. راح أشغله وأقول بسم الله. A. What was the population of Old Riyadh? It was about 14,000 people. Was Majed in Jeddah when he was a teenager? No, he wasn't. He was in Riyadh. B. Where were you born? I was born in. ننتقل الآن إلى الجزئية التي تليها، الجزئية اللي متعودين نستمتع فيها اللي هي جزئية القاعدة. جزئية القاعدة بشكل مبسط جدا تتكلم عن simple past tense be. إذا ما تقوم عليه القاعدة، هي القاعدة هو زمن الماضي من الفعل be، فعل الكينونة اللي هو في أصله am و is و are. كيف نحول الام والاز والار إلى الزمن الماضي؟ في المستند اللي شرحنا فيه القاعدة راح نعرف بإذن الله طريقة التحويل. أوكي، فمن البداية دائما أحب أبدأ ببعض النقاط الهامة يركز معي الطالب فيها، وراح نمشي في القاعدة حبة حبة إلين يستوعبها الطالب بشكل كامل. فنقول بسم الله. أولا، الأفعال أنواع كثيرة في اللغة الإنجليزية. من أهم الأفعال وأكثرها شيوعا واستخداما هو فعل الكينونة بي، اللي هو في أصله آم وإز وآر. طيب، فعل الكينونة في هذه القاعدة هو في الزمن الماضي البسيط، هو في الزمن الماضي البسيط الباست. أوكي، يعتبر من الأفعال الشاذة التي يتغير شكلها في الزمن الماضي. ليه؟ لأن الآم والإز والآر ما نقول أمد إزد أوكي أرد، يعني نضيف لها إي دي كفعل عادي يسمونه regular اللي هو الفعل البسيط. لا، هو فعل شاذ يتغير. كيف يتغير؟ راح يتحول من الآم والأز والآر إلى واز أو وير. إذن راح يتغير شكله تماما، فنسميه الفعل الشاذ. هنا نجي كذلك المعلومة، كل فعل كينونة يأتي مع فاعل أو ضمير فاعل مناسب له، وراح نشوف كذلك في هذا الجدول، لكن يمشي معي الطالب حبة حبة. لنعرف فعل الكينونة ومع ماذا يأتي، أعني من فاعل أو ضمير فاعل، يجب أن نرى تحويله من الزمن المضارع إلى الزمن الماضي في هذا الجدول. خلونا نركز الآن. الفاعل أو ضمير الفاعل، ضمير الفاعل هو هنا I, he, she, it، هذا طبعا المفرد. أما الجمع you, they, we. طيب، إذا كان مفرد وليش صنفته مفرد وصنفت جمع؟ لأن كل تصنيف منها يأخذ تحويل للفعل به. راح نشوف إيش يقصد بهذا الكلام. الآم والإز، الآم تأتي مع الآي، حينما أحول الآم إلى الماضي ماذا سيحصل له؟ سيكون واز، يتحول إلى واز. He is, she is, it is، الإز لما أجي أحوله كذلك لماضي سيصبح واز. إذن الآم والإز حينما أحولها إلى ماضي
اللي هي أصلا فعل كينونة بي، حينما أحولها إلى ماضي ستصبح was. إذا لما أجي أتكلم في المضارع راح أقول I am، لما أجي في الماضي أبغى أتكلم عن نفسي في الماضي I was، فرضا I was sleep كنت نائمة. هي في المضارع وشي والات راح نقول هي شي ات از، ولكن لما اجي اتكلم عنها في الماضي راح اقول هي شي ات واز. ننتقل الان، طبعا هذا مفرد، ننتقل للجمع. ايش الميزه؟ ان فعل الكينونه في الماضي راح يختلف عندي، فاليو والذي والوي اللي ياتي معها ار راح يتحول ويصير عندي وير. اوكي، اذا يا واز يا وير في الماضي، هذا فعل الكينونة له تصريفان اثنان فقط، يا واز يا وير. إذا نشوف الآم والأز تصبح واز، الآر تصبح وير. يحفظ الطالب هذه الصياغة وهذا الجدول، وبحول الله وقوته سيكون سهل عليه كثيرا. أوكي، فقط يحفظ هذا الجدول، حتى لو يوقف الطالب الفيديو الآن ويبتدي يتمرن عليه ويتدرب عليه ويكمل معاي، راح يكون هذا الشيء رائع جدا. فنكمل مع بعض ونقول نشاهد معنى فعل كينونة. ممكن يقول الطالب طيب إيش الفرق بين آم وإز وآر في المعاني لو كان واز وير؟ هنا فعل كينونة في المضارع أنا فرضا I am a student، أنا طالبة. إحنا في اللغة العربية ما نقول أنا كنت، أوكي، ولكن لما يكون في الماضي I was، هنا أقول كنت نائمة، أنا كنت ذاهبة للمعهد، أنا كنت، لأني ماذا أتكلم عن ماضي. ف I am تصبح I was. You were، عفوا، you are تصبح you were. He is he was. She is she was. It is it was. You are you were. We are we were. They are they were. إذن نفس الشيء هنا، تراه نفس الجدول لكن معطيك هنا المعاني اللي كنت كان كانت كان أو كان، طبعا لغير العاقل كنتم كنا كان، هذه ساعدك في الترجمة فقط. أوكي، لكن حبيت أذكر عشان يعرف الطالب معنى. بعد ذلك ننتقل للشيء المهم. الآن في الكتاب عندك هنا جاء قال لك التركيب، هو أعطاك الآن في الجداول هذه كلها، هو معطيك التركيب بمعنى إيش الترتيب أو ترتيب الجملة. راح يكون عندي الفاعل أو ضمير الذي ينوب عن الفاعل في البداية، ثم فعل الكينونة في الماضي اللي يكون was أو were، ثم تكملة الجملة. وهذا بالفعل ما ستشاهدون في هذا المستند اللي هو أجزاء الكلام. عندي subject أو subject pronouns يا فاعل أو ضمير فاعل، ورح يجي بعده فعل الكينونة was أو were، وبعد كده parts of speech اللي أجزاء الكلام المختلفة. الأمثلة عليها جبت لك هنا I was at the school yesterday، كنت بالأمس في المدرسة. You were 10 years old last year، كان عمرك السنة الماضية 10 سنوات. Billy and Elliot were students، بيلي وأليوت كانا طالبين. Now they are doctors، والآن هما طبيبان. It was raining a while ago، كانت تمطر قبل قليل. They were happy with their test results، كانوا سعيدين بنتائج اختبارهم. إذا نلاحظ في البداية I, you, Billy and Elliot, Sarah and Nora, علي and محمد وغيرها من الأسماء، okay؟ It, they كلها فاعل أو ضمير ينوب عن الفاعل، ثم جاء فعل كينونة في الزمن الماضي was أو were، okay؟ ثم جاء أجزاء الكلام المختلفة بمعنى بقية الجملة. هذا معنى أجزاء الكلام المختلفة، أي ما تبقى من الجملة، okay؟ طيب هذا بالنسبة للجمل، لاحظوا الجمل المثبتة. ماذا عن الجمل المنفية؟ ما هو الزيادة؟ نفس الشيء لو يرجع الطالب لكتابه راح يلاحظ أنها نفسها، ولكن زادت عندي not wasn't weren't. حط لك هنا جدول وقال لك wasn't اللي هنا هي عبارة عن was plus not، ولكن عندنا هنا contraction اسم اختصار. weren't اللي هنا هي عبارة عن were plus not، إذن were زائد not فأصبحت weren't. wasn't weren't. was not were not أصبحت wasn't weren't. okay؟ نفس الشيء راح يكون ترى نفس التركيب، فقط اللي يضاف عندي not اللي خاصة بالنفي، وراح يكون مكانها أين؟ هنا بعد فعل الكينونة، مثل ما هو واضح أمامك في الأمثلة هنا اللي أنا كاتبتها لك. okay؟ فنشوف
هنا subject of subject pronoun verb to be was aware and not بعدين parts of speech. لم أكن متعبا هذا الصباح. الجملة ماذا تقول؟ I wasn't. I was not. He wasn't tired this morning. He was not. He wasn't married. لم يكن متزوجا. We were not. Weren't invited. ما بين القوسين هو ال contraction. أنا كتبت لك قبل القوسين مفككة أوكي عشان أوريك إياها. ولكن حطيت لك إياها بين القوسين وهي ماذا؟ بالcontraction بالاختصار. عشان يتدرب عليها الطالب لازم تتدرب على الاختصار. ما هو دائم راح يجيب لك المعلم وكذلك المعلمة الواز نوت والوير نوت بشكل مستقل، يمكن يدمجها لك بالكونتراكشن فتشوف شكلها وتعرفها على طول. فلازم يتدرب الطالب على الحالتين بدون كونتراكشن وبالكونتراكشن، مهم جدا. عشان كذا انا كتبتها بدون ومع. اوكي فهذه هي الجمل اللي عندي وهذه معانيها. She was not, wasn't with her friends last Saturday. لم تكن مع صديقاتها السبت الماضي. اوكي وباقي الجمل فإن شاء الله بإذن الله تكون واضحة. وأرجع أقول القاعدة هذه سبق وأخذتوها، جدا 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 سهلة، ما راح نزيد فيها لأنها بسيطة. أوكي الحالة الثالثة اللي هي السؤال، ونلاحظ في الكتاب عندك الكويستشن في عملية اللي متعودين عليها كذلك اللي هي الأكس، وهي تبديل مكان الفاعل أو ضمير الفاعل بفعل الكينونة. I was, was I, he was, was he, she was, was she. ملاحظة هنا، أجي هنا أقولك I was, was I, he was, was he، وهكذا. إذن تبديل. طيب في الجواب في الإجابة، الإجابة كذلك راح أطبق قاعدة الإكس وأرجعها مكانها. I was، إذن نفس الجملة العادية. I was, yes I was. Was he famous? Yes he was, he was. Okay فترجع مكانها، فقط نضيف طبعا اليس او النو، واذا كانت نو راح تصير الوزن. الان بنشوف باذن الله المستند. فهذه هي الطريقه. اذا they were happy جاب لك الجمله عاديه وحولها لك السؤال عن طريق الاكس. were they happy؟ yes they were. no they weren't. اذا جاب لك الجمله الاساسيه، حولها لك الى سؤال عن طريق تطبيق قاعده الاكس، وجاب لك الاجابتين عليها باليس والنو. she was rich، كانت غنية أو ثرية. Was she rich؟ هل كانت ثرية؟ Yes she was. No she wasn't. Okay؟ مع التدريب بتكون أوضح وأوضح، خصوصا أن متعودين على هذه النوع من القواعد. Okay؟ فأنا كتبت لك هنا في حال السؤال فإننا نطبق قاعدة الإكس اللي أمامك، وهي تبديل موقع الفاعل وفعل الكينونة، حيث يأتي فعل الكينونة في البداية ثم الفاعل. إذا فعل الكينونة يجيني في البداية الواز والوير ثم الفاعل، وعند الإجابة نأتي بالفاعل اللي هو ذي بعدين فعل الكينونة اللي هو. هذه فقط، جدا 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 سهلة. أنا أوردت لك الآن هنا جدول في أمثلة كثيرة مع إجاباتها. أوكي فبإذن الله تكون إن شاء الله واضحة وكذلك تكون سهلة ويتمكن منها الطالب. أوكي فهذه أمثلة طبعا على أساس ما يكون الموضوع محصور للطالب بأمثلة معينة في الـ Yes or No question، تكون عنده النماذج كثيرة فيختار منها ما يشاء. والله يسر أمركم يا ربي في الدنيا والآخرة. طيب بعد ذلك عندي هنا الجزئية الأخيرة من القاعدة. الجزئية الأخيرة من القاعدة سهلة جدا، وهي تقول لك أنه ممكن أتحدث أنا مع شخص آخر وأسأله عن فرضا مكان ميلاد شخص ثالث، يعني غائب ما هو موجود. اوكي فطريقة القاعدة هنا، هذه القاعدة اللي في الأخير هذه، اوكي هنا to be born born. اوكي فهذه القاعدة في الأخير تقول لك من الممكن أن نسأل عن معلومة تتعلق بشخص آخر مكان ولادته طبعا باستخدام فعل الكينونة في الزمن الماضي. يتم تحديد فعل الكينونة اللي هو يا واز يا وير من خلال النظر إلى الفاعل أو ضمير الفاعل في السؤال. ليه؟ هو يبغى يعلمك أنك ممكن تستخدمين واز وير، ولكن متى استخدم واز ومتى استخدم وير؟ نفس اللي في الجدول السابق اللي هو عندك في الصفحة الأولى، متى استخدم واز ومتى استخدم وير تبعا لضمير الفاعل اللي هنا.
ضمير الفاعل اللي هنا، أوكي؟ فيمشي الطالب على هذا الجدول راح يكون واضح. فللتوضيح ما راح أطلع من أمثلة الكتاب، لو نرجع للكتاب نفسه حاط لي سؤالين وإجابتين عليه. كتبت لك هذه الأسئلة نفسها والإجابات. فالسؤال الأول Where were you born؟ أين ولدت أنت؟ أنا أسألك الآن عن نفسك، فإجابتك راح تكون I was born in عمان، ولدت أنا في عمان. إذا ما بين القوسين أنا وأنت، طبعا إحنا ما نكتبها ولكن عشان أوضح لك أني أتكلم عنك أنت، فلما أسألك أنت، أنت راح تجيبني أنا، أوكي؟ ولكن لما أسأل الشخص غائب Where was he or she born؟ أين ولدت أو ولد، أوكي؟ فراح تكون الإجابة ولد أو ولدت في الكويت، أوكي؟ He, she was born in Kuwait. Born in Kuwait، أوكي؟ فهذه هي القاعدة، سهلة جداً لو تدرب عليها الطالب. أعيد للأمانة، القاعدة تحتاج التدريب، كل القاعدات تحتاج من الطالب التدرب، فمع التمرين وتكثيف التمرين بإذن الله تثبت المعلومات في ذهنكم. طبعا راح تكون هذه القاعدة كمستند كامل موجود في وصف الفيديو كما تعودنا. ننتقل الآن بشكل مباشر إلى التمارين. ماذا عن التمارين هنا؟ التمرين هنا يقول لك complete the conversation، أكمل المحادثة، use was، wasn't، or، where، weren't. استخدم أفعال الكنونة في الماضي إما بالإيجاب أو النفي بناء على ما لديك من خيارات هنا. فنشوف في البداية blank، blank طبعا فراغ، okay. Your father born in the States، هل ولد والدك في، بما معناه الولايات المتحدة، okay. فبما أن مفرد وأنا أسألك الآن عن تأكيد المعلومة وأريد منك تأكيدها، فوهو مفرد راح أقول Was your father born in the state؟ أوكي، هل ولد والدك في الولايات المتحدة؟ No، بما أنه نفي وأنا قلت أنا was، No he wasn't، he was born in Europe، ولد في أوروبا، أوكي. Where in Europe، أوكي، أين في أوروبا ولد والدك؟ Was he born، he was born in Poland، إذن ولد في بولندا، أوكي؟ نجي بعد ذلك نشوف هنا What blank your father's first job؟ ماذا كانت وظيفة والدك الأولى؟ وظيفة واحدة وهي الأولى was، أوكي؟ He and his brother فراغ waiters. ما يجيني طالب يقول عشان الواز لازم أحط واز، لا، خلونا نفهم المعنى. هو وأخيه كانا نادلين، بما أني أتكلم عنه وعن أخي، إذن اثنان، فأقول they were waiters، he and his brother were waiters، okay. How old فراغ they هي تعني هما جمع، فكم كان عمرهما؟ بما أني أسأل عن شخصين، okay، راح أستخدم where، excellent، راح استخدم وير، ممتاز للي قال وير، اوكي. بعد ذلك نقول they، اوكي، فراغ very old 17 and 50. هنا يقول هما لم يكونا كبيرين في السن، بل كانا 17 و15 عاما. هنا يريد ان يقول انهما لم يكونا، اذا نفي، لم يكونا، they weren't very old، لم يكونا كبيرين في السن، اوكي. بعد ذلك How فراغ the graduation party، كيف كانت حفلة تخرجك؟ How was the graduation party، كيف كانت حفلة تخرجك؟ It فراغ great، it مفرد، هل أقول it was ولا it were؟ It was excellent، it was great. Who فراغ there، من كان هناك؟ Okay، فراح أقول بما أني أسأل عن مفرد يعني علمني عن الأشخاص الموجودين هناك، شخص شخص، أوكي. فقال all our friends، كل أصدقاؤنا، بما أنني أتكلم عنهم كلهم، هل أقول was ولا were؟ Were، all our friends were there، كل أصدقاؤنا كانوا هناك. الآن رقم أربعة What فراغ Oscar like، كيف كان
Oscar. What was Oscar like? لأنه مفرد. He فراغ very smart. كان ذكيا. He was very smart. فراغ. His grades good. الآن ينتبه معايا الطالب والطالبة. الآن يسأل عن the grades. درجاته. هل درجاته كانت جيدة؟ درجاته مفرد ولا جمع؟ جمع. فنقول were his grades good؟ هل كانت درجاته جيدة؟ قال لي no. They جمع كانت. Okay. ف no they weren't. لا لم تكن جيدة. Okay. بعد ذلك نشوف هنا نقول فراغ you late for school. هل كنت متأخرا عن المدرسة؟ وبما أن الضمير عندي you ماذا يأتي معها؟ was ولا where؟ ممتاز where you late for school؟ yes I ماذا يأتي مع ال I؟ was excellent yes I was نعم لقد كنت متأخرا why لماذا؟ the bus فراغ late لقد تأخر الباص الباص مفرد ولا جمع؟ مفرد ممتاز يعني was excellent بعد ذلك نشوف هنا فراغ the hotel comfortable هل كان الهوتيل مريحا؟ إذن عندي هوتيل واحد was the hotel comfortable yes it yes it بما أن it إذن على طول was yes it was okay هنا what فراغ the weather like كيف كان الطقس؟ What was the weather like? It جمع ولا مفرد؟ إذن مفرد It was terrible لقد كان سيئا Okay؟ فهذه هي الإجابات يقف الطالب الفيديو يكتب الإجابات وللأمانة ما حبيت أن يكتبها بدون ما يفهمها هذا احنا شرحناها إن شاء الله بإذن الله تكون واضحة ويدرب عليها الطالب في حال سأله المعلم عنها Okay؟ ننتقل بعد ذلك إلى التمرين الذي يلي نلاحظ أن هنا انتقل لي على طول في كتاب التفاعل إلى تمرين الاستماع ولكن في كتاب الطالب لدينا هنا تمرين اللي هو هنا تمرين بي نلاحظ في التمرين بي أوكي التمرين هنا بي هنا عندي عدد من صور المدن أوكي Great Wall China اللي هو سور الصين العظيم Pyramids in Tutankhamun في مكسيكو اللي هو أهرامات المكسيك هنا سوغر لوف إن ريو دي جانيرو في البرازيل كذلك هناك ما يسمى بالجمل الجبل العظيم في ريو دي جانيرو في البرازيل كذلك كلوزوميو إن روميو إيطالي هنالك في إيطاليا كان هنالك مثل ماذا الصالة الكبيرة أو الملعب الكبير طبعا مثل القلعة ما أدري كان طبعا يكون فيها بعض أنواع المصارعة وغيرها من الأشياء التي كان يجتمع عليها الناس قديما فهنا طلب منك work with a partner اعمل مع زميلك imagine you were on vacation to these places تخيل أنك ذهبت بإجازة لهذه الأماكن ask and answer about your vacation اسأل وأجب فيما يتعلق بإجازتك use the adjectives in the box واستخدم الصفات هنا في هذا البوكس طبعاً الأسئلة راح تكون كيف كانت إجازتك وغيرها في البداية خلونا نعرف معاني هذه الكلمات والصفات اللي هنا positive معناها إيجابية negative معناها سلبية الصفات الإيجابية great okay interesting awesome beautiful ومعانيها جنبها يقرأها الطالب في negative bad terrible boring uncomfortable crowded okay فهذه هي الصفات فبالنسبة لهذا السؤال قمت بالإجابة عليه في الكتاب في المستند وهذه هي المحادثات okay كيف كانت إجازتك وصفتها والرد عليها كذلك كيف كانت إجازتك في المنطقة الفلانية وصفتها والرد عليها فكلها لا تحتاج للأمانة أنها نترجمها لأن خلاص ترجمنا الصفات نفسها ف how was your vacation كيف كانت رحلتك إلى المنطقة الفلانية it was boring كانت مملة that's too bad هذا سيء that's too great هذا رائع وهكذا لأن عندك فقط إجابتين يا أما تقول that's great ذلك رائع أو تقول that's too bad هذا سيء طبعا في حال كانت الصفة
سلبية. أما لو كانت الصفة إيجابية اللي تصف فيها رحلتك، فسيكون رد زميلك عليك That's great، ذلك رائع. أوكي؟ فهذا هو الفرق. فتم حل هذا التمرين، وإن شاء الله بإذن الله يرجع للطالب يلقى فيه الفائدة. بعد ذلك ننتقل بشكل سريع جدا إلى جزئية listening، الاستماع. في جزئية listening، listen to the description of the life of ماجد أحمد عبدالله. اسمع إلى وصف حياة اللاعب ماجد عبدالله، complete the information، وأكمل المعلومات. طيب، أول شيء راح يسألك عن النickname اللي هو اسم الشهرة، schools المدارس التي انضم لها، football experience before النصر خبرته في لعب كرة القدم قبل انضمامه لنادي النصر، national records اللي هي الأرقام العالمية، national team الفريق العالمي الذي لعب معه. فراح نسمع النص مع بعض، وبعد ذلك بإذن الله نظهر الإجابات بشكل سريع وراح نقرأها مع بعض. فنقول بسم الله. ماجد أحمد عبدالله، nicknamed Arabian Pele, is the best football striker in the history of Saudi Arabia. He was born in Jeddah on November 1, 1959. His father was a football manager, so Majed grew up in a home where football was the main topic of interest. As a young student at Al Jazeera Elementary School, he used to watch the older kids play football all the time, learning as much as possible. A couple of years later, he started playing for his school and neighborhood team as a goalkeeper. Then, one day when the team striker was absent, Majed replaced him and led his team to a surprising 3-1 victory. That was the beginning of his career as a young footballer. Majed was a student at the Al-Matawasta Al-Taniya High School when he and his friends formed a team that participated in a tournament and won. Soon after, Majed joined the Al-Nasser Football Club and played for youth teams from 1975 to 1977. He joined the under-17 national team of Saudi Arabia in 1977 and went on to score 7 goals in 3 matches in the Tabriz Championship. He became a member of the senior national team in 1978 and participated in all the major games for 16 years. The total number of goals that Majed scored during his career reaches the record number of 549 goals. Majed won Premier League trophies for his team and titles such as Top Scorer, Arabian Player of the Century, and more. He holds 2 national records. إذن بعد الاستماع للمقطع نقفل هذا المقطع ونظهر الإجابات. النيكنيم عربيان بيله اللي هو بيله العربي، سكولز المدارس اللي انضم لها، الجزيرة إليمنتري سكول مدرسة الجزيرة الابتدائية، المتوسطة الثانية هاي سكول كذلك طبعا أتوقع كانت مدرسة مدمجة ما بين التعليم الثانوي والمتوسط الثانية، football experience before النصر ما هي خبراته قبل انضمامه لنادي النصر، goalkeeper for his school and neighborhood team كان حارس للمرمى في فريق المدرسة وكذلك فريق الحي، formed a team with his friends when he was in high school قام بتشكيل فريق للعب كرة القدم حينما كان في المرحلة الثانوية، national records عدد الأرقام العالمية التي سجلها 2 national team اللي هو الفرق العالمية under 17 national team in 1977 انضم لي المنتخب العالمي في عام 1977 senior national team in 1978 كذلك انضم للفريق المقابل له طبعا السينيور مسمى طبعا اصغر اوكي في عام 1978 for 16 years لمده 16 سنه. بعد ذلك ننتقل الى الجزئيه التي تليها وهي جزئيه الكونفرزيشن. في جزئيه الكونفرزيشن يتدرب الطالب على انه ينطق الوير والواز بشكل خفيف وسريع لا يشدد عليها. You were late for class. لا، you were late for class. Sorry, I was late
sorry, I was late. Was late, was late, okay؟ فتكون خفيفة وسهلة عليه. فرح نسمع الآن مع بعض ويدرب عليها الطالب. بسم الله. You were late for class. Where were you? Sorry, I was late. I was in the library. بعد ذلك ننتقل بشكل مباشر إلى الجزئية التي تليها وهي جزئية الكونفرسيشن. راح نشوف المحادثة ما بين نيل وليون. راح نسمع المحادثة مع بعض ونركز على الريل توك. نركز على الريل توك. بسم الله. Hi, Leo. Don't you remember me? Neil Roberts. I was in your class in ninth grade. Oh, yeah. Sure, I remember you. How are things? Okay. Do you ever see any of our old classmates? Not very often. How about you? From time to time. Remember Keith Anderson? He was always the winner of school competitions. He is a management consultant now. Really? What about Derek Adams? He was really smart. Yes, he was. Now he's a successful businessman and my boss. You're kidding. إذن المحادثة هنا كانت بين نيل وليو. طبعا هذا لقاء ما بين صديقين قديمين. فنشوف نيل. Hi Leo, don't you remember me? Hi Leo, ألا تتذكرني؟ Nile Roberts, I was in your class in ninth grade. كنت في الصف الذي تدرس فيه في المرحلة التاسعة أو في المستوى التاسع. فقال له ليو, Oh, yeah, sure, I remember you. بالتأكيد أتذكرك. How are things? How are things تعني how are you؟ هي طريقة أخرى لنقول كيف حالك. Okay. فقال له نيل, Okay. Do you ever see any of our old classmates? هل قابلت أحد من زملائنا في الفصل القدامى؟ فقال له ليو, Not very often. ليس بشكل كبير جدا, إنما بشكل دائم. How about you? ماذا عنك أنت؟ فقال له نيل, From time to time. من وقت إلى آخر. Remember Keith Anderson? هل تتذكر الطالب كيث أندرسون؟ He was always the winner of school championship. كان هو الرابح دائما في مسابقات المدرسة. He is a management consultant now. Consultant عفوا. هو الآن استشاري في أحد الإدارات الآن. فقال ليو, Really? حقا؟ What about Derek Adams? ماذا عن الطالب Derek Adams? He was really smart. كان ذكيا جدا. فقال له نيل, Yeah, he was. نعم كان كذلك. And he is a successful businessman. وهو الآن رجل أعمال ناجح. And my boss. ومديري في العمل. فقال له ليو, You are kidding. أنت تمزح, بمعنى you are joking. نفس المعنى, إذن أنت تمزح. فكيف يرى أن طالبا كان يدرس معهم يصبح مدير لأحد أصدقائه في مرحلة ما من عمره؟ فكان هذا شيء مفاجئ لليوم. أوكي؟ بعد ذلك ننتقل إلى الكونفرزيشن أو جزئية الكونفرزيشن. عندنا أربعة أسئلة. Where Leo and Neil in the class, in the same class? هل كان ليو ونيل في صف واحد؟ What grades? في أي مرحلة؟ Yes, they were. نعم كان كذلك. في المرحلة أو في المستوى التاسع. Does Leo see his old classmates often? هل يشاهد ليو أو يقابل ليو أصدقائه القدامى في المدرسة أو أصدقاء المدرسة القدامى؟ No, he doesn't. لا يشاهدهم كثيرا. What was Keith Anderson like? كيف كان Keith Anderson? He was always the winner of school championship. اللي هو competitions اللي هو كان دائما ما يربح المسابقات في المدرسة. Okay, competitions. What does Derek Adams do now? ماذا يفعل الآن Derek Adams؟ فقال طبعا الإجابة كانت he is a successful businessman and Neil's boss. كان أصبح رجل أعمال ناجح الآن وهو مدير نيل في المكان الذي يعمل فيه. عندك في الكتاب لديك هنا your turn, دورك. Okay. فرول play the conversation. Imagine you meet an old school friend. إذن
قم بهذه المحادثة أجريها أنت وتخيل أنك تقابل صديق قديم في المدرسة. Discuss classmates, teachers and events. ناقش مع صفك، أصدقائك، معلميك وكذلك بعض الأحداث. حليت لكم هذا التمرين، موجود محادثة تخيلية هنا، هذه بالإنجليزي وهذه بالعربي، يقرأها الطالب ويتدرب عليها وبإذن الله تكون سهلة ويسيرة عليه. هذا المستند طبعا راح يرفق لكم بصيغة الورد قابلة للتعديل، فمن الممكن أن يضيف الطالب اسمه، اسم صديقه، ممكن يغير أي حاجة في هذا المستند، يحذف أسطر ما يبغى يقراها وغيرها من الأمور. بعد ذلك ننتقل إلى الجزئية التي تليها وهي about you، عنك أنت. عند الطالب 6 أسئلة. للأمانة هذه الأسئلة تختلف إجاباتها من طالب إلى آخر. أنا كتبت لكم إجابات بناء على ما لدي أنا من معلومات تخيلية فقط، بحيث يكون عند الطالب فورما بمعنى نموذج يمشي عليه. فالسؤال الأول هنا موجودة كل الأسئلة مع ترجمتها، خلنا نشوفها هنا. السؤال الأول Were your grades good in elementary school؟ هل كانت درجاتك جيدة في المرحلة الابتدائية؟ أو كيف؟ طبعاً هل كانت درجاتك جيدة في المرحلة الابتدائية؟ They were great. أو yes, they were great. نعم كانت رائعة. What was your favorite subject؟ ماذا كانت مادتك المفضلة؟ What was your favorite after school activity؟ ما كان نشاطك المفضل؟ أو ما كان نشاطك المفضل بعد المدرسة؟ هنا Who was your favorite teacher؟ من كان معلمك المفضل؟ Who was your best friend؟ من كان أفضل صديق لديك؟ Where is he, she now؟ What is he or she doing؟ أين هو أو أين هي وما هو عملهم الآن؟ إذن تجيب عن هذه الأسئلة فيما يتعلق بك أنت. إذن هذه الإجابات تتعلق بالطالب نفسه، لكن أنا ترجمتها كنموذج يمشي عليها الطالب. بعد ذلك ننتقل بشكل مباشر إلى جزئية الريدينج. أوكي؟ فهنا جزئية الريدينج عنوان لك بسؤال. What do you know about basketball؟ ماذا تعرف عن لعب عن كرة السلة أو رياضة كرة السلة؟ What do you know about the person in the picture؟ ماذا تعرف عن الشخص الموجود في هذه الصورة؟ Okay؟ قمت بالإجابة عن هذا السؤال هنا. ماذا تعرف عن كرة السلة؟ ماذا تعرف عن اللاعب؟ هنا إجابة قصيرة جدا 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 عشان ما يطيل الطالب في الإجابة على جزئية ما قبل القراءة. الآن راح نسمع النص مع بعض وراح نترجمه مع بعض بإذن الله أساس يستوعب الطالب ويفهمه ونكمل في التمارين. فنقول بسم الله. A real giant. In China, his nickname is Little Giant. In the West, they call him the Great Wall. Yao Ming is 7 feet 6 inches, 2.29 meters tall. He was born on September 12, 1980, in Shanghai, China. His parents were both tall. Their beds were extra long, and their clothes and shoes were in special large sizes. His dad was a successful basketball player. Yao wasn't interested in basketball as a child. He was tall, but very thin, and he wasn't very strong. Yao's parents were very encouraging, and by the age of 12, he was serious about basketball. His progress at Shanghai's sports academy was excellent. Soon, he was on his local youth team. Yao's big chance to play for the Chinese national team was in 1999 in the Asian Cup. By 2002, he was a member of the Houston Rockets, one of the top professional teams in the U.S., At the opening ceremony of the Olympic Games in Beijing in 2008, he was the flag carrier for the entire Chinese team and a member of the basketball team. Yao Ming is a celebrity, and his smiling face appears in commercials around the world. He has fans everywhere. بعد الاستماع للنص هنا عنوانه A Real Giant، إذن العملاق الحقيقي. أوكي، فالمقطع الأول In China his nickname is a little giant. في الصين لقبه هو العملاق الصغير. In the West they called him the Great Wall. ولكن في طبعا
منطقة في المنطقة الأخرى من العالم ينادون بالجدار الرائع أو الجدار العظيم. يومينغ أو عفوا يومينغ is 7 feet 6 inches، طوله 7 أقدام و6 إنشات، بمعنى 229 meters tall، هذا طوله. He was born in September 12, 1980، ولد في شهر سبتمبر 12 من هذا الشهر في عام 1980 in Shanghai, China، في الصين. His parents were both tall، والده كانا طويلين. Their beds were extra long، السرير الذي كان ينامان عليه كان طبعا extra long، طويل بزيادة. And their clothes and shoes were in special large sizes، كذلك الملابس التي كانوا يرتدونها والأحذية كانت تصمم خصيصا لهم لأنها كانت بحجاب كبيرة جدا. His dad was a successful basketball player، والده كان لاعب كرة سلة ناجح. Ya wasn't interested in basketball as a child، لم يكن يتضح على ياو أي اهتمام بكرة السلة وهو صغير. He was tall but very thin، كان طويلا ولكنه كان نحيف جدا. And he wasn't very strong، ولم يكن يمتلك تلك القوة الشديدة. Yo's parents were very encouraging، ولكن والداه كانا يحفزانه كثيرا للعب كرة السلة. And by the age of 12 he was serious about basketball، وعندما وصل إلى عمر 12 بدأ اهتمامه الحقيقي بكرة السلة. His progress at Shanghai Sport Academy was excellent، تطور وتقدم في أكاديمية لعب كرة السلة في ذلك الوقت كان رائعا ومذهلا. Soon he was on his local yacht team، وبعد فترة قصيرة جدا أصبح منضما إلى أحد تلك الفرق الخاصة بالشباب. Yao's big chance to play for the China national team was in 1999، شارك مع فريقه وحمل اسم الصين، فريق الصين الوطني، في عام 1999 in the Asia، طبعا هذا كان في in the Asian Cup، في كأس كرة السلة للأندية الآسيوية. By 2002 okay، اللي هو عام 2002، he was a member of the Houston Rockets، أصبح أحد أعضاء فريق هوستن روكيتس، طبعا هذا أحد فرق هنا، one of the top professional teams in the US، أحد أهم أندية كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية. At the opening ceremony of the Olympic Games in Beijing in 2008 he was the flag carrier for the entire China team and a member of the basketball team، طبعا في الألعاب الأولمبية في بكين في عام 2008 كان هو الحامل الأساسي لعلم الصين أو فريق الصين في تلك الفترة، وكان أحد أعضاء نادي كرة السلة. Yao Ming is a celebrity، طبعا هو أحد المشاهير. And his smiling face appears in commercials around the world، ووجهه المبتسم يتضح في عدد من الإعلانات حول العالم. He has fans everywhere، ومعجبي ومحبي موجودين في كل أنحاء العالم. هذه معلومات فيما يتعلق بهذا اللاعب العظيم. بعد ذلك ننتقل إلى after reading، عندنا بعض الأسئلة من بعد القراءة. Where was Yao Ming born، أين ولد؟ Shanghai China، he was born in Shanghai China، ولد في الصين. Were his parents short، هل كان والدي قصيرين؟ No, they were tall، لا كانا طويلين. When was Yao first serious about basketball، متى ظهر الاهتمام على Yao في كرة السلة أو بلعب كرة السلة؟ By the age of 12، عندما كان عمره 12 سنة بدأ اهتمامه الحقيقي بلعب كرة السلة. What was the name of his team in the US، ماذا كان اسم فريقه الذي يلعب له في الولايات المتحدة الأمريكية؟ The Houston Rockets. What was his role in the Olympic Games of 2008 in Beijing، ما هو دوره في الألعاب الأولمبية في بكين في عام 2008؟ He was the flag carrier for the entire China team، طبعا كان هو حامل علم
بلاده للفريق الصيني بأكمله and a member of the basketball team وأحد أعضاء فريق كرة السلة. Does he have fans only in his home country؟ هل معجبي فقط في دولة الصين؟ He has fans everywhere. لديه معجبين في كل أنحاء العالم. بعد ذلك ننتقل إلى الصفحتين الأخيرتين، هي صفحة Writing Project for Meaning and Function. هذه الصفحتين تم حلها هنا في الوايت بورد عند الصفحة الأولى، هذه طالب منك في الإكسرسايز الأول Look back at the reading on page 61، انظر إلى جزئية القراءة في صفحة 61، هذه الجزئية. أوكي، Who do the pronouns or adjectives refer to؟ لماذا تشير طبعا هذه الضمائر؟ فعندك هم تشير إلى ياو مينغ، السطر الثاني، there في السطر الخامس his parents والدي، his في السطر الحادي عشر ياو مينغس، أوكي، he في السطر الخامس عشر ياو مينغ، his في السطر الواحد وعشرون ياو مينغس، he في السطر الثاني والعشرون ياو مينغس، أوكي. فهذه هي دلالاتها، لا ننسى طبعا الفاصلة والأس، لا ننسى الفاصلة والأس في بعض الإجابات اللي هي إجابة رقم 2، 3 وكذلك 5. يقول لك هنا subject and object pronouns، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به، and possessive adjectives وكذلك اللي هو صفات الملكية، help to link sentences in writing، تساعد بربط الجمل عند الكتابة. Number one، المثال الأول، pronouns and possessive adjectives link similar ideas in sentences. الضمائر وكذلك الضمائر الملكية، أو عفوا صفات الملكية، تربط الجمل ببعضها مع بعض. نشوف هنا Yao Ming was born in China. إذن Yao Ming was born in China، ولد في الصين. He is very tall، هو طويل جدا. And his parents، ووالدي. His هي صفة ملكية، were both tall، ووالدي كانا طويلين. Two، pronouns help avoid repeating the same word or words. إذن pronouns تساعد أننا لا نكرر نفس الكلمة مرارا وتكرارا. فعلى سبيل المثال كلمة basketball is popular. Basketball أو كرة السلة هي كرة عالمية مشهورة أو رياضة مشهورة. Because it، لأنها، it is fun، لأنها ممتعة. It تعود على الباسكتبول. It أيضا is a team sport، هي تعتبر رياضة تتشكل من فريق، أوكي. And it is easy to learn، وهي سهلة أو سهلة التعلم، أوكي. إذن it و it و it جميعها تعود على الباسكتبول. هذا ما يحاول أن يوضح لك. بعد ذلك عندك قطعة هنا اللي هي circle the pronouns and possessive adjectives، قم بوضع دائرة على الضمائر وكذلك الصفات الملكية in the text، في هذا النص كامل. Who do they refer to؟ وإلى ماذا تشير؟ فنشوف هنا عندي خالد العيد is a famous Saudi horseman. خالد العيد هو أحد إيش اسمه اللي هو يسمونهم فارسي المملكة العربية السعودية أو فرسان المملكة العربية السعودية. He is a member of the Saudi equestrian team. طبعا هو أحد أعضاء فريق المملكة العربية السعودية في رياضة الخيل. And travels around the world to compete in show jumping events. إذا يشارك من خلال سفره في شتى أنحاء العالم في المسابقات التي يمثل فيها المملكة العربية السعودية. خالد was born in January 2. إذا خالد ولد في شهر 1 تاريخ 2 1969 في عام 1906 أو عفوا 69. His family عائلته has a long tradition of horse riding. كذلك هناك كان لديهم موروث في ركوب الخيل. And they own stables with Arabian horses near Riyadh. ولديهم إسطبل يحتوي على فيه الكثير من الخيول العربية في مكان قريب من مدينة الرياض. He was 10 years old when he first learned to ride with his father. كان عمره حوالي 10 سنوات حينما تعلم ركوب الخيل مع his father، والده. Okay. خالد was a very talented young rider. وكان طبعا فارس ماهر في تلك الفترة. He was successful in some racing competitions. فهو كان شخص ناجح جدا في السباقات التي كان يشارك فيها.
But he was more interested in show jumping. ولكن كان اهتمامه أكبر بالعروض التي تتطلب منه القفز على الحواجز. طبعا هذه الرياضة اللي خالد العيد ماهر فيها لقفز الحواجز. Okay. خالد and his brother فهد were members of the kingdom's first international jumping team. طبعا خالد وكذلك أخوه فهد كانا من أوائل الذين شكلوا فريق المملكة العربية السعودية لقفز الحواجز. طبعا هذا كان الفريق عالمي ودولي. In 2000 في عام 2000 خالد was a competitor competitor in the Olympic Games in Sydney. كان أحد المنافسين الأقوياء في رياضة قفز الحواجز في سيدني في أستراليا. His horse اللي هو خشم الآن okay was in good form. طبعا خيله كان في حالة جيدة جدا. But there was some tough competition. طبعا كانت هناك منافسات جدا شديدة. خالد wasn't sure they could do well. لم يكن خالد متأكد أنهم يستطيعون أن يؤدوا بشكل رائع في تلك المنافسة. Finally, أخيرا, their performance in the jumping event was outstanding. ولكن ما قام به من عرض في قفز الحواجز كان شيء لا يمكن تخيله. كان رائع جدا. And they were the bronze medal winners. طبعا فازوا بالميداليات البرونزية. طبعا هذه المسابقة في سيدني كانت على مستوى العالم. فلكم أن تتخيلوا حجم التنافس. خالد was the first ever Saudi horseman to win an Olympic medal. طبعا كان هو أول سعودي يفوز بالميدالية الأولمبية في تلك الفترة. Many years later, بعد مضي عدة سنوات, members of the Saudi equestrian team were the bronze medalists in show jumping at the 2012 Olympic Games in London. كذلك طبعا شاركوا وحصلوا على عدد من الميداليات في مسابقات الأولمبية في عام 2012 في لندن. فهذه بعض المعلومات الخاصة بخالد العيد. هنا الضمائر التي طلب منك تحديدها طبعا circle the pronouns مثل ما قلنا okay وال adjectives possessive adjectives قمنا بالإشارة لها. قالك بعد ذلك لماذا على ماذا تشير. ففي الباراجراف الأول هي يعود على خالد. الباراجراف الثاني هذا الباراجراف الثاني okay his ثنتين تعود على خالد's okay they his family تعود على عائلته. هي أو شي تعود على خالد. في الباراجراف الثالث نشوف هنا الباراجراف الثالث his تعود على خالد's they خالد and his brother خالد وأخيه their خالد and his horse خالد وحصان. Okay. بعد ذلك هنا كتب طلب منك في الاكسرسايز سي write about a celebrity in your country. اكتب عن أحد المشاهير في دولتك في المملكة العربية السعودية. اخترنا البطل العالمي يزيد الراجحي حفظه الله ورجل أعمال شهير. طبعا هنا يزيد الراجحي معروف عنه أنه أحد قائدي سيارات الرالي ومتميز فيه ورفع علم المملكة العربية السعودية في محافل دولية عظيمة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى له ولخالد العيد وغيرهم ممن حملوا راية هذه الدولة عاليا أن يحفظهم الله من كل سوء. بعد ذلك عندي كذلك لديك هنا أيضا في البروجكت المشروع أن تعمل مع زميلك وتقوم بإعداد مقابلة شخصية مع أحد المشاهير في المملكة العربية السعودية. المطلوب من الطالب وزميله طبعا العمل كفريق الشخصين كل فريق يتكون من طالبين أو طالبتين يقومون بعمل مقابلة. أحدهما سيكون المحاور والآخر سيكون اللي هو الشخص الذي تجرى معه المقابلة. اخترنا طبعا لهذه المقابلة لاعب المنتخب محمد عبد الجواد. للأمانة لما يتميز به هذا اللاعب من أخلاق حميدة أخلاق عالية جدا للأمانة الكل يحبه حتى المشجعين طبعا للأندية المختلفة في المملكة العربية السعودية اتفقوا على أن أخلاق هذا الرجل عالية جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ يزيد الراجحي وخالد العيد وغيرهم من أبطال هذا الوطن العظيم. فأجرينا مقابلة مع محمد عبد الجواد. طبعا هذه المقابلة افتراضية هي ليست حقيقية ولكن حبيت أن يكون في نص يشتغل عليه الطالب
أو يكون نموذج ممكن أن يقتدي فيه ويمشي عليه ويكون له أحد سبل حل هذا التمرين وهذا المشروع. أوكي؟ طبعاً هذه آخر صفحة في حل المستند، لأن الصفحة التي تليها اللي راح ندخل عليها الآن اللي هي التمرين هنا. التمرين هنا جداً 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 رائع، جداً رائع للأمانة. ليه؟ لأن القاعدة نفسها سهلة جداً. القاعدة هنا تتكلم كذلك عن الماضي، ولكن هنا القاعدة تتحدث عن الإشارة، وعندما نشير يمكن أن نشير لي singular مفرد، ويمكن أن نشير لي جمع مثل ما مكتوب عندك. أوكي؟ الإشارة كذلك قد تكون موجبة وقد تكون سالبة، بمعنى أشير إلى شخص موجود، عفوا إلى شيء موجود، أو أشير إلى شيء غير موجود. هنا نشوف singular there was an old castle، كان هنالك قلعة قديمة. There wasn't a shopping mall، لم يكن هنالك مجمع للتسوق. إذن المجمع والكاسل اللي القلعة مفرد، فنقول there was أو there wasn't إذا كنت أريد أن أنفي. هنا البلورال الجمع ممكن تقول there were many traditional houses، كان هنالك العديد من المنازل القديمة التراثية. أوكي؟ there were لأن نتكلم عن houses جمع منازل. There weren't any modern skyscrapers. Skyscrapers اللي هي ناطحات السحاب، فنقول هنا لم يكن هنالك العديد من ناطحات السحاب. أوكي؟ فلما يكون جمع إما أشير له there were إذا كان موجود، أو there weren't إذا لم يكن موجود. إذا كان مفرد فممكن أن أشير له there was إذا كان مفرد، there wasn't إذا كان جمع. هل ممكن أن أحول هذه الجمل إلى سؤال؟ نعم، بتطبيق قاعدة الإكس بشكل سهل جدا. هنا there was there wasn't، أوكي؟ عفوا there were there، نفس الشيء. هنا الميزة اللي يجب أن يركز عليها الطالب، أعيد وأكرر، أن ما نكتب النط في السؤال، لأن أنا أبغى منك تأكد لي هل هو موجود أو غير موجود. إذا كان موجود ستكون إجابتك بيس، إذا لم يكن موجود نو وتجيب لي النفي. فعلى سبيل المثال خلونا نشوف المثال الأول. Was there a restaurant؟ هل كان هنالك مطعم؟ Yes there was، نعم كان هنالك مطعم. No there wasn't، لا لم يكن هنالك مطعم. Was there any stores؟ هل كان هنالك أي محلات؟ Yes there were، نعم كان هنالك محلات. No there weren't، لا لم يكن هنالك محلات. أوكي؟ فهنا نشاهد أسماء الإشارة، هنا أو طرق الإشارة للأشياء في الماضي سواء مفرد أو جمع. التمرين هنا قال لك 10 years ago، منذ 10 سنوات ماضية. لي was a poor student، لي كان طالبا فقير. طبعا نلاحظ هنا الشقة، الإضاءة، الباب، الجدار المتهالك، الكنبة، أوكي، الممزقة من كل مكان، علب الطعام القديم، نرى ملابس لي نفسها كانت جدا جدا مهترئة. أوكي، now he is a successful architect، now هو أحد المهندسين المهمين. أوكي، look at his apartment، انظر إلى apartments، أوكي، انظر إلى الشقتين التي كان يعيش فيها لي، then and now، قبل وبعد. Describe his old apartment، حدد لك، صف ماذا؟ شقته القديمة، ما له دخل بالشقة الجديدة. أوكي، صف شقته القديمة. Use there was، there wasn't، there were، and there weren't. أوكي، استخدم الأدوات الأربعة للمفرد والجمع، أوكي، إنه موجود وغير موجود في تحدثك عن الشقة. أوكي، فنشوف الإجابات هنا. There was only one room، كان هنالك غرفة واحدة فقط. There weren't any other rooms، لم يكن هنالك أي غرف أخرى. There was an old sofa، كان هنالك كنبة قديمة. There were holes in the sofa، كان هنالك فتحات في نفس الصوفة أو الكنبة. Okay. There wasn't a comfortable bed، لم يكن هنالك سرير مريح. There wasn't a balcony، لم يكن هنالك بلكونة. There weren't any windows، لم يكن هنالك أي نوافذ. There were some books on the shelf، on a shelf، كان هنالك بعض الكتب على الرف. There was a light on the ceiling، كان هنالك لمبة واحدة على السقف.
There wasn't a television. لم يكن هنالك تلفاز. Okay. بعد ذلك ماذا قال هنا؟ B. Work with a partner. اعمل مع زميلك. Take turns. قم بأخذ الأدوار. Ask and answer. عن طريق السؤال والإجابة. Questions. طبعا answer questions about Lee's old apartment. وكذلك كل أسئلتك يجب أن تتعلق بالشقة القديمة للي. فقال لك use was there, were there. استخدم طبعا يا was there يا were there. وطبعا ما تذكر لك النفي not لأن ما في نفي في السؤال. أعيد وأكرر في السؤال ما تنفي الإجابة اللي ممكن أن تنفي فيها. أوكي؟ فاستخدم was there للمفرد, were there للجمع. هنا راح طبعا فقط أنك تبدل مكان الواز مع الذير أو الوير مع الذير وتسأل سؤالك, مجرد تشيل النفي. فهنا على سبيل المثال الأول طبعا هنا there wasn't a balcony, فلما تجي تصيغ السؤال راح تقول was there a balcony, هل كان هنالك بلكونة؟ No there wasn't, لا لم يكن هنالك بلكونة. okay. نشوف اللي بعده. أجبت لكم المثال من هنا. Holes in the sofa. Where there holes in the sofa? هل كان هنالك فتحات في الصوفة أو تمزق؟ Yes, there were. نعم كان هنالك. Okay. فبنفس الطريقة يقوم الطالب بصياغتها عن طريق التبديل فقط, يشيل النفي. أهم شيء النفي إنه ينشال ويجيب النفي طبعا في الإجابة. Okay. إن شاء الله بإذن الله تكون الفكرة واضحة. ممكن يستعين الطالب بالنموذجين اللي كتبت هنا أو النموذجين اللي هنا, راح تكون وافية بإذن الله وكافية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. بذلك نكون خلصنا شرح هذه الوحدة, ولنا لقاء بإذن الله في آخر وحدتين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.